انا محل اللبن الوحيد اللي بيبيع البلوزه، لان دي حاجه تراثيه وانقرضت، فانا حبيت ارجعها. الشارع المصري امثاله وعباراته متداوله بينا كتير جدا، بس النهارده هنقف عندكم نتاكد ان البلوزه واللي بتتقال لما حد يضحك على حد بكلمتين او يبلفه بالكلام، بس اللي اكتشفناه النهارده لما نزلنا منطقه الجماليه ان البلوزه دي طلعت اكله معروفه ومشهوره جدا من اهل المعز والحسين والجماليه، واللي دخلت مصر مع الفاطميين من سنين كتير جدا. يلا بينا نسمع حكايتها من امبراطوره البلوزه، واللي هتشوف اتاكدنا البلوزه ولا ايه. انا اسمي امنه حسن، من منطقه الجماليه، عندي 35 سنة ومشهورة بامبراطورة البلوزة. معايا بكالوريوس تربية، بس أنا حبيت المهنة ديت لأني ورثتها أبا عن جد. البلوزة هي دخلت مصر في العصر الفاطمي، وهي معروفة قوي في منطقة الجمالية، لأن منطقة الجمالية هي كانت القاهرة الفاطمية زمان، فمشهورة وكل أهل الجمالية عارفينها. هي عبارة عن نشا ولبن بيتحط عليها عسل وزبيب وجوز هند. طورناها شويه كعيله يعني، لان انا ورثاها ابا عن جد، وزودنا عليها شربات الفراوله والموز والفراوله. حي الجماليه هو بلدي، هي المنطقه اللي انا اتولدت وكبرت فيها، هي كل حاجه يعني. ما اعرفش اخرج بره منطقه الجماليه. حتى لما فكرت اشتغل وانزل الشارع، نزلت في محل والدي، ما فكرتش ان انا اخرج بره الجماليه. في اختلاف طبعا بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي. رمضان زمان كان هيصه ولمه اكتر من كده بكتير، كان كل البيوت بيت واحد، لكن الدنيا بقت اهدى كتير عن زمان. في رمضان الوضع مختلف، فكان رمضان ما تحسيش بزهوته وحلاوته غير في الجماليه بس. المحل ده ورثته عن جدي، هو اتأسس سنة 1936، يمكن من أشهر محلات اللبن في الجمالية، وجدي كان بيعمل فيه كل اللي أنا بعمله ده وأكتر شوية. مشهور باللبن والرز والزبادي والقشطة البلدي والزبدة البلدي. جدي من أول الناس اللي عملوا البلوزة هنا في الجمالية، وتعرفت أكتر مع عائلة لكلوك البلوزة. وانا عجبتني المهنه وعجبني شغل بابا وشغل عمامي اللي انا شفته وكبرت وهما بيشتغلوه، فحبيت اكمل المسيره. بعد ما بابا كبر في السن وتعب، حبيت ان انا افتح المحل تاني واقف في الشارع. بالنسبه لاهل الجماليه، هما كلهم اهلي، مبسوطين بوقفتي، شايفيني بنت بميت راجل، على قد ما يقدروا بيحاولوا يساعدوني، اي حاجه بحتاجها بيحاولوا يساعدوني فيها. الحمد لله لسه في رجاله جدعان مع تطور العصر ده، الا اني لسه الجدعانه في دم الجماليه. وقفه الشارع علمتني الصبر، علمتني ان انا اتحمل، اتعلمت منها ازاي اقدر اتعامل مع الناس في شغلي، اتعامل مع الراجل ومع الست. بتمنى الفتره اللي جايه ان انا اقدر احقق اللي كان بابا بيتمناه، ان انا اكبر المحل اكتر من كده وترجع شهرته تاني زي زمان. اقبال الناس على البلوزه، الحمد لله الناس الكبيره في السن اللي حضرت البلوزه من زمان، من السبعينات والستينات، هم لسه عارفين البلوزه ايه هي وبيتكلموا عنها وبيجيبوا احفادهم واولادهم ياكلوها. اما الجيل الجديد اللي طالع، جيل التسعينات والالفينات، ما يعرفوش حاجه عن البلوزه، وجم حبوا يجربوها، والحمد لله برضو في اقبال كبير عليها من الجيل دوت. طلع مثل كده بيقول لك انت اكلتني البلوزه، يعني بمعنى ان هو حد ساذج وضحك عليه واكله البلوزه، اللي هو اكله حاجه خفيفه، لان هي متكونه من لبن ونشا وعسل خفيف جدا، وعليها زبيب وجوز هند وفواكه، فحاجه بتاكلها كده بتحس ان انت ما شبعتش، ما حسيتش انها وجبه، بالعكس هي خفيفه جدا. حتى الناس اللي بتخاف من حساسيه اللبن او من الدسم، او حتى بتوع الدايت والرجيم وكده، مش بيحس ان هم اكلوا حاجه تقيله، بالعكس دي حاجه خفيفه جدا. مهنه البلوزه بتمثل لي حاجه كبيره قوي. اولا حسيت ان انا رجعت التراث اللي يعتبر شبه انقرض، محدش يعرف عنها حاجه، في ناس كتيره حابه تعرف ايه البلوزه. اما بيجي حد هنا المنطقه لشارع المعز، او يحب يتفرج على منطقه الجماليه ويلف في الاماكن اللي فيها ويقرا كلمه البلوزه، بيثيروا الفضول ويدخل يقول لي هي ايه البلوزه دي.
اول ما بيشوفها في ناس بتختلط عليها الامر وتقول لي دي بوظه، بوظه دي اللي هي بتسكر او بتذهب العقل. فالحمد لله لا، احنا مالناش علاقه خالص بالبوظه. يمكن انا محل اللبن الوحيد اللي بيبيع البلوزه، لان زي ما قلت لك دي حاجه تراثيه وانقرضت، فانا حبيت ارجعها.